تأسست شركة الهدف الدولية للاستيراد والصناعة RZ عام 1998، ونحن شركة متخصصة في صناعة منتجات التعبئة والتغليف والمواد المستهلكة. لقد كان لشراكتنا مع ميدا الأثر الإيجابي الكبير على الشركة وموظفيها، مما زاد من انتماء موظفي الشركة وأثر إيجابياً على زيادة إنتاجيتهم، كما أنه قلل من نسبة دوران الموظفي بالشركة. لمسنا تغيير واضح بعد تعميم إجراءات النوع الاجتماعي على الأقسام المختلفة من حيث الحوافز بساعات العمل المرنة، مساواة بالأجور والسلم الوظيفي. حتى بعلاقتنا مع المدراء صارت عائلية أكثر، وهالشي حسن من نفسيتنا وصار في أريحية للعمل وفتح مجال للعمل للسيدات داخل الشركة بشكل أكبر. كما أن مشروع روابط وادي الأردن ساهم في ترويج وتسويق منتجات الصديقة للبيئة والقابلة للتحلل إلى عدة فئات في مجتمعنا المحلي. تعاوني مع شركة الهدف RZ كان له دور كبير في نجاح مشروعي، لأن المواد التعبئة أو التغليف اللي كنت بستعملها سهلة الاستخدام وذات جودة عالية وصديقة للبيئة، ممكن إتلافها بدون أي خوف أو خطر. وعلى المستوى العائلي قدرت أحسن دخلي وأساهم بأقساط أولادي بالجامعة وأضل متابعتهم في البيت بشكل أفضل.